السلام عليكم. العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتم طيبين. إليكم الآن موعد عيد الأضحى لعام 2022 وباقي كام يوم على أول أيام عيد الأضحى المبارك. في البداية ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الأخبار. ولو بتشوفونا الأول مرة ياريت تعملوا جولة سريعة على محتوى القناة، بإذن الله ستنال أعجبكم. تستعيد الأمة الإسلامية في شتى أنحاء العالم لعيد الأضحى المبارك بشراء الأضاحي والاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وبحسب البحوث الفلكية، أعلنت البحوث الفلكية أنه سيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو لعام 2022، وهو الذي يوافق يوم 29 من شهر ذو القعدة لعام 1443. أما عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2022، وده اللي بتحدده المملكة العربية السعودية لأنه مرتبط بموسم الحج من كل عام. وبحسب البحوث الفلكية، أعلنت البحوث الفلكية إن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم السبت الموافق 9 يوليو لعام 2022، وهو الذي يوافقه يوم العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1443. فاضل كام يوم على أول أيام عيد الأضحى المبارك؟ بقى بإذن الله تعالى 64 يوم وساعتين و57 دقيقة تقريبا. انتظرونا بإذن الله بكل ما هو جديد، وأتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.